مدارس عنيزة الأهلية، تعليم رائد لجيل واعد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ميس إيمان، مدرسة الماس في مدرسة عنيزة الأهلية المصار المصري. إن شاء الله النهاردة نحل بعض الإكسرسايز على ليسون 3 بريب 2 اللي بيتكلم عن the set of real number. تمام حبايبي؟ طيب تعالوا حبايبي نشوف بعض الاكسرسايز على الليسن بتاعنا. اول اكسرسايز بيقول لي هنا كومبليت ذا فولوينج، بيقول لي هنا كيو انترسكت كيو داش، اخدنا وقلنا دي كده معناها انترسكت، كيو انترسكت كيو داش، قلنا كيو ديت اللي هي الايه الراشونال نمبر، والكيو داش اللي هي الراشونال نمبر، واخدنا وقلنا ان ما فيش ما بينهم ايه اني انترسكشن، يعني معنى كده الريزلت عندي ايكوال ايه ايكوال 5. تمام. طيب نمبر 2 بيقول لي هنا كيو يونيون، كيو داش نركز هنا يونيون، يونيون يعني انا اخد اللي هنا وهاخد اللي هنا، دي عباره عن الراشنال ودي عباره عن الراشنال، وقلنا ان مين هي المجموع بتاع الاثنين اكسلنت، قلنا اللي هي الريال نمبر اللي هي الار. تمام. طيب تعالوا نشوف دي نمبر 3، ار بوزيتيف، ار بوزيتيف اللي هي البوزيتيف نمبر. تمام. انترسكت الار نيجاتيف اللي هي النيجاتيف نمبر، هل في ما بينهم انترسكشن؟ طبعا دي بوزيتيف وده نيجاتيف، يبقى اكيد ما فيش انترسكشن، يبقى معنى كده الريزلت عندي 5. تمام. طب نمبر 4 بيقول لي هنا ار بوزيتيف، يعني الار اللي هي البوزيتيف يونيون الار نيجاتيف، قلنا اللي هي ايه، لو احنا عندنا الار كلها، الار كلها هي عباره عن ايه يا حبايبي، اللي هي عباره عن ار بوزيتيف معاها R نيجاتيف معاها مين كمان؟ معاها الزيرو. تمام. معاها الزيرو، يبقى انا هنا هو عايزني بقى اخد الاثنين دول مع بعض، R بوزيتيف يونيون R ايه نيجاتيف، يبقى معنى كده ان انا هاخد له الار كلها ديفرنس الزيرو، معنى كده الاثنين دول هم عباره عن الار كلها ريال نمبر ديفرنس الزيرو. تمام. طب نمبر 5 يقول لي R difference q dash. تمام. r difference ال q dash، يعني ايه اللي موجود في ال r ومش موجود في ال q dash، هل في حاجه موجوده في ال r ومش موجوده في ال q dash؟ لا طبعا، يبقى معنى كده ان اللي هي ال 5، لان ال q dash كلها موجوده في الايه في ال r. تمام. طيب نمبر 6 بيقول لي r difference ال q، R difference الـ Q. طب ايه اللي موجود في الـ R يا حبايبي ومش موجود في الـ في الـ Q اللي هي الراشونال نمبر؟ مين؟ excellent الـ Q داش، لأن الـ R هي عبارة عن Q union Q داش، فأنا أخدت هنا الـ Q يبقى هيتفضل لي الـ Q داش. تمام؟ حبايبي نشوف الـ exercise اللي بعد كده، بيقول لي هنا الـ X belong الـ R state whether x is positive or negative. تمام. عايزين نشوف هنا ال x positive or negative. تمام. تعالوا نشوف مع بعض، بيقول لي هنا x bigger than او more than is zero، احنا عارفين more than is zero على طول يبقى positive number، يبقى هنا هيطلع لازم يطلع ايه positive ايه number. تمام. يبقى هنا هيطلع positive. تمام. طيب تاني example 2 بيقول لي هنا s less than 0، x less than 0 يعني معنى ايه negative number، يبقى هنا هتطلع ايه negative number. تمام. طيب اللي بعد كده بيقول لي x bigger than absolute negative 4، يبقى انا لازم اطلع كده absolute negative 4 الاول، absolute negative 4 بكام؟ ب 4. طب x bigger than 4 على طول يبقى ايه positive، يبقى هتطلع ايه positive number. تمام. طيب اللي بعدها عندي هنا ال x bigger than absolute 5 less than 7، يبقى لازم اطلع له هنا، يعني انا اقول له x bigger than 5 and less than 7. طيب
number bigger than 5 less than 7 يبقى اكيد ايه هيطلع ايه يا حبايبي positive number. يبقى هنا كمان هيطلع ايه positive number. تمام. طيب اللي بعد كده بيقول لي هنا x bigger than negative 2 and less than 0. ها يبقى معنى كده ايه bigger than negative 2 يعني مثلا من بعد النيجاتيف 2 انت رايحه على الايه على الزيرو، بس قبل الزيرو ايه. تمام. يبقى معنى كده ان هو ايه نيجاتيف نمبر. يبقى هنا هيطلع نيجاتيف نيجاتيف ايه نمبر. تمام حبايبي. طيب نمبر 6 هنا بيقول لي اكس بيجر ذان ابسوليوت نيجاتيف 1، يبقى انا لازم اطلع بره الابسوليوت الاول. يبقى الاكس بيجر ذان ال1 اند ليس ذان 7. بيجر ذان ال1 وليس ذان 7 يبقى هيطلع ايه يا حبايبي اكسلنت، هيطلع بوزيتيف بوزيتيف ايه نمبر. تمام حبايبي. تعالوا نشوف الاكسرسايز اللي بعد هنا بيقول لي ايه. بيقول لي هنا عايزني اعمل شو ذا كوريكت انسر. بيقول لي هنا ار هي عباره عن الايه، الار هي عباره عن كيو يونيون كيو داش ولا زد بوزيتيف يونيون زد نيجاتيف، ولا ار بوزيتيف يونيون ار نيجاتيف، ولا ان يونيون ار نيجاتيف. طبعا عارفين ان الار عباره عن كيو يونيون كيو داش، يبقى الريزلت عندي دي هي الايه اللي صح، لان الزد بوزيتيف ده واخد الانتجر بس، والزد نيجاتيف برضو الانتجر، وهنا ار بوزيتيف يونيون ار نيجاتيف مفيش معاهم الزيرو، يبقى معنى كده الار هي عباره عن كيو يونيون كيو داش. تمام. اللي بعد كده بيقول لي اكس تو اكس بيلونج الار، يبقى اكس less than الزيرو. مين هي دي بقى كده؟ ده شرح مين بقى؟ الاكس less than الزيرو. مين الاكس less than الزيرو؟ يبقى معنى كده ان هو هياخد الار نيجاتيف، يعني هياخد النيجاتيف نمبر. تمام. مين في دول النيجاتيف نمبر؟ اللي هي ار نيجاتيف. يبقى انا عندي ار نيجاتيف، هي دي الاجابه الصحيحه او الكوريكت انسر. طيب اللي بعد كده بيقول لي if x is a negative real number، نركز نيجاتيف، يبقى هنا نكتب كده نيجاتيف. Then which of the following number is positive؟ عايزين نشوف بقى مين اللي هنا دول بوزيتيف. تمام. طيب تعالوا نشوف كده، لو هو x نيجاتيف يبقى باور 3 برضو هيدينا نيجاتيف، و2 ملتبلاي نيجاتيف يعني بوزيتيف ملتبلاي نيجاتيف هيدينا برضو نيجاتيف، وهنا نيجاتيف ديفيجن نيجاتيف هيدينا برضو نيجاتيف. تمام. مين اللي هيبقى بوزيتيف؟ هو صح اكس باور 2، لان احنا عارفين نيجاتيف باور 2 هيدينا بوزيتيف، لان نيجاتيف ملتبلاي نيجاتيف يبقى هيدينا ايه بوزيتيف نمبر. تمام حبيبي. طب تعالوا نشوف اللي بعد كده، بيقول لي اف اكس بيلونج الار بوزيتيف، اف اكس بيلونج الار بوزيتيف، والواي بيلونج الار بوزيتيف، يعني الاكس بيلونج الار بوزيتيف والواي بيلونج الار بوزيتيف. بيقول لي اند اكس باور 2 مور ذان واي باور 2، يعني الاثنين تو نمبر كده اللي هو الاكس والواي الفاريبل دول تبع مين؟ البوزيتيف. تمام. فهو بيقول لي السكوير بتاعهم بتاع الاكس بيبر ذان السكوير بتاع الواي، يبقى ايه؟ يبقى ذان اكيد طبعا بدل السكوير، يعني مثلا لو عندنا 9 bigger than ال 4. تمام. يبقى اكيد لما اخد سكوير لما اخد سكوير روت كده يبقى ال 3 هتطلع هي كمان bigger than ال 2، يعني معنى كده ان الاكس هي كمان bigger than ال y، يبقى الاكس bigger than او more than ال y. تمام. طيب اللي بعد كده بيقول لي هنا root 2 negative by power 2 square root 2 negative by power 2 علاقتها ايه مع 2 negative by. تمام. هنقول ايه، انا عندي هنا دلوقتي احنا قلنا ان السكوير روت ممكن تطير الباور، هيتفضل لي عندي هنا 2 negative by وهنا 2 negative by، يبقى الاثنين هيبقى ايه equal بعض، يبقى تشوز عندي number a. تمام. طيب example الاخير عندي هنا بيقول لي the set solution of the equation x باور 2 بلس 1 ايكوال 0. عايزين نجيب هنا set solution. set solution هعمل solve بقى للايه equation دي، هقول له x باور 2 خلينا نودي ال 1 دي كده الناحيه الثانيه بالانفيرس بتاعها يبقى نيجاتيف 1،
يبقى الاكس المفروض هنعمل ايه؟ سكوير روت للنيجاتيف 1. هل في عندنا حاجه اسمها سكوير روت للنيجاتيف 1؟ لا مفيش عندنا حاجه، يبقى معنى كده السوليوشن بتاعنا هنا ايكوال 4. تمام حبايبي؟ طيب تعالوا نشوف الاكسرسايز اللي بعد كده. بيقول لي هنا ايه حبايبي؟ بيقول لي هنا solve the following equation to the nearest hundredths given x belong to r. تمام، يبقى انا عايزني اعمل solve، وبعد كده السولف بتاعنا او الست سوليوشن بتاعتنا هعمل لها ايه؟ approximation to the nearest hundredths. تمام؟ طيب اول حاجه حبايبي تعالوا نحل مع بعض. اول واحده هنا بيقول لي x plus 2 negative 6 equal 0. تمام، يبقى معنى كده هنعمل ايه؟ هنودي ال 6 الناحيه الثانيه، يعني انا هقدر اقول له ان x باور 2 equal 6، يعني ال x لوحدها equal ايه؟ equal positive or negative root 6. تمام، في الحاله دي لازم ان انا اطلع له بقى ال root 6 على الكالكوليتر، يبقى انا اكتب له كده root 6 equal كام؟ يدينا 2.449. تمام، انا عايز اعمل approximation to nearest hundreds. فين ال hundreds هنا؟ اللي هي ال 4. تمام، فانا هسال ال 4 مين اللي قبلها هنا؟ ال 9، وال 9 دي happy number يبقى هتديها 1. يبقى اما اجي اعمل approximation يبقى ال x هتطلع equal كام؟ ال x هتطلع equal positive or negative 2.45 بعد ما عملت لها approximation. تمام، يبقى ده عندي الست سوليوشن. تمام، ما ننساش ان انا احطها بعد كده الست سوليوشن واعمل البراكت بتاعي واكتب فيه الايه؟ التو نمبر. تمام حبايبي، طيب تعالوا نشوف اللي بعد كده. بيقول لي هنا 3 over 4 x باور 2 equal 24. تمام، يلا تعالوا نحلها مع بعض. يبقى انا عشان اخلص من 3 over 4 لازم اعمل multiply في ال 4 over 3. 4 over 3 هعمل لها multiply 3 over 4 x power 2، وما ننساش اللي انا عملت لها multiply هعملها هناك الناحيه الثانيه. 24 هعمل هنا multiply 4 over 3. تمام، ده كده يروح مع ده، يفضل لي x power 2 equal كام؟ 3 فيها ال 1 ال 3 فيها ال 8، يبقى 4 multiply 8 هيبقى 32. يبقى انا المفروض الx equal positive or negative 32. تمام، لازم اعملها طبعا بالكالكوليتر. تعالوا نشوف، يبقى انا هقول له كده root 32 equal كام؟ equal number ده. طيب نيجي نعمل له approximation. approximation to nearest hundreds. ال 5 دي ال 100 اهي، مين اللي قبلها؟ ال 6. ال 6 هتديها 1؟ ايوه هتديها 1، هتخليها 5، ال 5 هتخليها 6، هتبقى 6. يبقى انا عندي ال x هتطلع equal positive or negative 5.66. تمام حبايبي؟ طيب تعالوا نشوف اللي بعد كده، الفايز اللي بعد كده. بيقول لي هنا half x power 2 negative 5 equal 0. هنحلها ازاي؟ نغير بس اللون. نقول هنا اولا نخلص من ال 5، يبقى half x power 2 equal ال 5، ال 5 دي هتيجي هنا كده. تمام، equal 5. تمام، هعمل بقى multiply 2، يبقى هنا هعمل كده multiply 2 هنا عشان اخلص من التول اللي تحت، واعمل هنا تول. تمام، هيتفضل لي هنا ايه دي؟ هتروح مع دي، هيتفضل لي x باور 2 equal 5 multiply 2 equal 10. يعني ال x هي عبارة عن positive or negative root 10. تعالوا نشوفها بالكالكوليتر. تمام، عندي root 10 equal كام number ده؟ تعالوا نعمل له approximation. لما نيجي نعمل approximation
في ال hundreds. التو هتديها؟ لا مش هتديها لأنها sad number، يبقى هيبقى ال approximation بتاعها 3.16 بس، يبقى ال x equal 3.16، بس ناخد بالنا في positive or negative، وما ننساش في الآخر خالص نقول set solution ونحطهم داخل ال bracket بتاعة solution. تمام حبايبي؟ حبايبي نكون ان شاء الله خلصنا حل بعض الاكسرسايز على ليسن 3. القاكم ان شاء الله في درس جديد. اشكركم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.